محاورها بتعدد التحديات التي يطرحها ملف الهجرة، الحكمة وتنسيق السياسات لخدمة التنمية والتنقل، جنوب جنوب الاتجاهات، الأنماط ونقل الخبرات، مواضيع طرحت في ندوات اليوم الثاني والمتابعة مع هدى مسهل، عبد الفتاح زوين والمهدي العيسي. معالجة إشكالية الهجرة من خلال مقاربة إنسانية توازن بين احترام سيادة الدول والانخراط في التعاون الجهوي القاري والدولي لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف، استراتيجية تسير في انسجام تام مع سياسة المملكة في مجال الهجرة ومبادرات جلالة الملك للاتحاد الإفريقي في هذا الاتجاه. من هنا يقدم المغرب نموذجا يسير وفق تعزيز القدرات في مجال حكمة الهجرة. العالم محكوم عليه أن يتوصل إلى توافق دولي فيما يخص مسألة الهجرة. هناك ضغط ديموغرافي وهناك حاجة ديموغرافية في أوروبا، فهناك إمكانية على أن نجد أرضية مشتركة لمعالجة هذه الأمر بواسطة الحوار وبنظرة مستقبلية التي تفي بغرض الشمال والجنوب والتي يكون فيها الكل رابحا. ورشات المنتدى تناقش أيضا وتقدم المقترحات والمقاربات التي تتأسس على التنسيق الإقليمي الجهوي والشراكة الدولية، وبين ضفتي المتوسط تعاون ومساحات للتواصل والتبادل بخصوص ملف الهجرة. يلعب المغرب دورا محوريا كبوابة لأوروبا نحو إفريقيا. نشتغل مع خبراء من المغرب من أجل تطوير أفكار ومقترحات حول ملف الهجرة تنبثق عنها خطط عمل على المستوى الأوروبي والأممي أيضا. نعمل على سن مقترحات لمواكبة ملف الهجرة قصد مقاربة الأفكار بين ضفتي المتوسط وبين المغرب وأوروبا على التحديد، بما يشمل البعد الإفريقي في سياسة المغرب في هذا المجال. ورشات اليوم الثاني من المنتدى شملت أيضا التركيز على السبل الكفيلة بتسخير إمكانيات المهاجرين وتعزيز مشاركتهم العابرة للحدود. ولتسليط الضوء على أشغال هذا المنتدى نربط الاتصال مباشرة من مراكش مع السيد محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم سيدي، وبداية جلسات هذا المنتدى شهدت نقاشات متعددة حول مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالهجرة، كيف يمكن أن تساهم خلاصاتها في توحيد الرؤى لإيجاد حلول تضمن كرامة المهاجرين؟ فعلا استمرت المناقشات والجلسات وجاءت في اليوم الثاني لتساهم بشكل كبير في توسيع مجال يعني معالجة هذه الإشكالية المرتبطة بالهجرة وكذلك البحث عن بلورة حلول. أكيد بأن هناك ضرورة لحكامة دولية على هذا المستوى وكذلك يعني اشتغال على المستوى الإقليمي والمستويات المحلية، كذلك لإعمال تدابير هذه الحوكمة، كما أن هناك ضرورة لأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات سواء منها المرتبطة بوضعية المهاجرين وظروف اشتغالهم وكذلك ضمان يعني انتقالهم الآمن ووصولهم وعبورهم كذلك، وما يمكن كذلك أن يحافظ على كرامة هؤلاء. نحن أمام يعني مرحلة تستوجب أن يستمر هذا الزخم الذي يتبلور الآن بشكل كبير من خلال تبادل التجارب ومن خلال تأكيد كذلك على النقط التي تعتبر أساسية. أكيد بأن هناك يعني مقاربات ومختلفة سواء بالنسبة للشمال أو الجنوب، وهناك كذلك منظور مختلف حيث
يعني تتواجد أو يتواجد الطرف الذي يتعامل مع هذه القضية، ولكن ينبغي أن يكون هناك توجه نحو بلورة سبل لإيجاد حلول بين الشمال والجنوب والتعامل. طيب سيد بن حمو، من جهة أخرى كذلك العمل بن حمو، المغرب يعد شريك محوري في معالجة قضايا الهجرة، ما القيمة المضافة لهذا المنتدى الذي تحتضنه بلادنا على الصعيدين القاري والإفريقي؟ فعلا المغرب شريك محوري، والمغرب فاعل أساسي. المغرب هو يعني الذي بلور من خلال توجيهات جلالة الملك سياسة للهجرة متميزة وفريدة في القارة الإفريقية. المغرب له منظوره ومقاربته التي تقوم على بعد إنساني، تقوم كذلك على المسؤولية، وتقوم على التعاون، وتقوم على إيجاد الحلول وعدم التعامل مع هذا الملف وهذه القضية من منظور أمني بحت، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الأطراف، أو كذلك يعني استخدامها السياسوي الداخلي لأطراف أخرى. فللمغرب تجربة يعني فريدة ومتميزة، واختيار مراكش واختيار المغرب بالاحتضان يمكن تدبيره بطريقة تحفظ يعني كرامة وتحفظ. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات السيد محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من مراكش.